بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات العودة إلى الطبيعة. نرحب بمشاهدي قناة اليرموك الفضائية للإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم فيما يتعلق بموضوع العودة إلى الطبيعة من غذاء صحي وعادات صحية ومكملات غذائية ومنتجات النحل والنباتات الطبية. سنتحدث إليكم اليوم عن الصمغ المعجزة أو الصمغ العجيب، سموه ما شئتم، ألا وهو صمغ النحل البروبوليس العكبر. عكبر بالعربي العكبر، بالإنجليزي بروبوليس أو صمغ النحل. الآن هذا الصمغ من وين بيجيبوا النحل؟ إحنا في الحلقة الماضية تحدثنا عن أنه النحلة هي صيدلانية طائرة، ومنتجات النحل ستة: غذاء الملكات، العسل، الشمع، عكبر النحل، حبوب اللقاح، وسم النحل، وكلها فيها خير وشفاء عجيب للإنسان. ومن أشهر هذه المنتجات لا شك أنه العكبر، صمغ النحل. طبعا إحنا طالما يعني هاي الصور بنشوفها على الشاشة الآن، هذا صمغ النحل بأشكال وألوان مختلفة، غالبا بيغلب عليه اللون البني أو الأخضر الغامق بحسب مصدر الصمغ الشجري الذي يأخذ منه النحل هذا الصمغ. لاحظوا هنا إلى اليسار كيف أنه بني غامق، وعلى اليمين في أشياء فاتحة نوعا ما مشكلة حسب مصدر الصمغ، لأنه النحل بيأخذ من الأشجار المختلفة صموغها مثل الحور والصنوبر والبلوط وإلى آخره، بيأخذ من هذه الأصماغ كما تشاهدون الآن. هذه يعني كرات من عكبر النحل اللي بكون يعني له رائحة زكية طيبة وطعم متميز حقيقة، خاصة إذا كان طازج وبلدي ومن مصادر موثوقة. طبعا يعني صمغ النحل سنأتي إلى استخداماته بعد قليل إن شاء الله. لو تساءلنا وقلنا ما هي مكونات هذا الصمغ الذي أخذ من صمغ النباتات فيضيف عليه النحل أشياء من جسدها، من جسد النحلة، من لعابها ومن بطنها إلى آخره، حتى يصل إلى تركيبة خاصة تتألف من 55% راتنجات وبلسم، 30% شمع، و10% زيوت عطرية. ولذلك يعني بكون دائما صمغ النحل عطري عطري. يعني هنا مثلا هذه أيضا بعض صموغ النحل، يعني هي الصور هذه تتكرر، و5% فيها يضيف عليها النحل من لعابه أو حبوب لقاح. فإذا بكون صمغ النحل عبارة عن مادة فيها لزوجة خفيفة ومتماسك، لأنه فيه الشمع والرتنجات والبلسم، ولا يستطيع الإنسان إلا أنه يعني يذيبه ببعض المذيبات حتى يصير أسهل من ناحية تناوله. حقيقة أنا تناولت صمغ النحل في تركيا وكان طازجا، حقيقة نستطيع أن نمضغه وبكون طعمه مقبول جدا وله رائحة زكية، هذا بكون بلدي يعني طازج. لكن لما نجيبه مستورد من بلاد مختلفة بكون طعمه بيختلف بحسب الإنتاج وطبيعته ونقائه وصفائه. قيل إنه أحسن صمغ نحل أو بروبوليس أو عكبر موجود في البرازيل، في البرازيل وهي أكبر منتج لصمغ النحل في العالم. في طبعا في البلاد الأخرى في أمريكا وأوروبا وإلى آخره، والصين طبعا ما خلت مجال إلا دخلت عليه، لكن يعتبر نوع الصيني رديء رديء حقيقة، وطبعا أرخص من غيره. الآن هذا الصمغ إيش بيستفيد منه النحل أصلا؟ الآن تخيلوا لو دخل فأر إلى خلية النحل يريد أن يلتهم العسل، النحل سيهاجمه ويقتله. طيب هذا الفار كيف يخرج من الخلية؟ ما عند النحل لا جرافات ولا شاحنات، كيف يخرجه؟ وإذا بقي في الخلية يتعفن ويفسد الخلية. طب ما الحل؟ الحل عن طريق ما علم الله النحلة من
حكما وحسن تصرف. بتروح النحلات بتغلف هذا الفأر بعكبر، بالعكبر، بالصمغ. هذا الصمغ مضاد حيوي، يشكل مادة حافظة ومانعة للتعفن، فيغلف الفأر بالعكبر، وممكن يغلفه بطبقة شمعية أيضا، فيصبح الفأر محنطا، محنط، فلا يؤذي الخلية، وما فيش مانع عند النحل يظل مرمي داخل الخلية لأنه لن يؤذيها. هذه سبحان الله من آيات الله في عالم النحل العجيب. وأيضا إذا في فراغات وشقوق في بيت النحل، ممكن يدخل من الفراغات والشقوق صراصير، عناكب، أشياء أخرى عدو للنحل، فيقوم النحل بسد هذه الثغرات بالعكبر، بالصمغ، لأنه أفضل من الشمع. الشمع ممكن يذوب أو ما يكون ماسك ولاصق في جدران الخلية، بينما هذا يلصق ويمسك وبسد الثغرة بكفاءة عالية. أيضا يقوم النحل بتضييق فتحة أو مدخل الخلية أثناء الشتاء لمنع الهواء البارد من الدخول بكميات كبيرة، فيضر النحل ويضر اليرقات، فيضيق الباب بها. وهناك استخدامات عديدة يقوم بها النحل في هذا المجال، وانتبه الحكماء والأطباء منذ أبقراط وقبل أبقراط إلى فوائد هذا الصمغ. قيل إنه استخدم هذا الصمغ من أكثر من 5000 سنة في علاج الجروح والقروح وإلى آخره، والإنتانات كما سنأتي بعد قليل إن سمح الوقت. فاستخدم لعلاج القروح والحروق والالتهابات والإنتانات، اللثة، قروح الفم، قرحة المعدة. وجد أنه بيقضي على الجراثيم بعدما اكتشفت الجراثيم عن طريق الميكروسكوب. وجد من خلال دراسات واسعة النطاق في العالم كله أنه صمغ النحل يعتبر مضاد حيوي قوي ومن أفضل المضادات على وجه الأرض. اللي بينافسه على هذا من هو؟ ما هو؟ الثوم. الثوم ينافس العكبر، له أيضا مفعول مضاد حيوي رائع وقوي، لكن الثوم له رائحة نفاذة قد تكون مكروهة، بينما العكبر لا، ما له رائحة نفاذة ويمكن استخدامه. طب شو الفرق بين الثوم والهذا؟ ممكن الثوم رخيص جدا متوفر في كل مكان، لا، العكبر يعني مرتفع الثمن. هل عندنا إنتاج عكبر في الأردن؟ في، لكن ضئيل للأسف، قليل ضئيل. ويحتج أو يتحجج خلينا نقول أصحاب المناحل أنه طريقته مكلفة واستخراجه من الخلايا مكلف وبده عمالة، والسوق الأردني لا يفي بأنه يكون هذا التسويق قوي ومجدي اقتصاديا، ولذلك غالب ما نستعمله هو المستورد. الآن ما هي الأشكال التي يأتي بها العكبر وبنزل فيها في الأسواق؟ أشكال مختلفة، في كبسولات، في حبوب، في قطرات وأشربة. الآن بدأ يدخل في أشربة السعال، وملبس العكبر موجود في الأسواق، هذا ممتاز للثة والفم والتهابات الحلق إلى آخره، ممتاز للصغار، الصغار الذين يعانون من التهابات وانتانات متكررة، ممتاز لهم، بديل الشوكولاتات والأشياء الضارة. إذن هناك استخدامات وأشكال متعددة للعكبر، وهذا من فضل الله. إحنا قبل وجوز 10 سنين ولا 15 سنة ما كان في عكبر في الأسواق، ما في، نادر، اللي بيستخدمه قلة من الناس وربما بعض النحالين فقط. أما الآن الحمد لله بدأ ينتشر انتشارا واسعا. إذن هذا العكبر، وبعد الدراسات العديدة وجد أن فيه نحو 300 مادة فعالة، أكثر من 300 مادة فعالة، ويكتشف يوما بعد يوم المزيد من هذه المركبات الطبية الرائعة جدا. هل يعتبر العكبر آمن؟ طبعا آمن، طبعا، إلا إذا في ناس عندهم تحسس، والتحسس ممكن يكون لأي شيء على وجه الأرض فلا يعتد به، لكنه آمن وأمن من كل المضادات الحيوية في الأسواق، وهو مفيد للجسم. وفي فارق مهم جدا بين العكبر وبين المضادات الحيوية، إنه المضادات الحيوية استخدامها المتكرر يضعف المناعة وبيقضي على الجراثيم النافعة الموجودة في القولون اللي هي النورمال فلورا. هناك حوالي 3 تريليون بكتيريا نافعة تعيش في القولون عندنا وتساعدنا في الهضم وتنظيم حركة القولون وإلى آخره. المضادات الحيوية وكثرة استخدامها تدمر هذه البكتيريا النافعة، فبصير عند الإنسان كركعة في البطن وسوء امتصاص وإسهالات متكررة وبطنه مش طبيعي. وهذا نلاحظه عند الأطفال
اللي بياخذوا مضادات حيويه متكرره نتيجه الالتهابات والانتانات في الحلق واللوز الى اخره. بينما عكبر النحل بيقضي على الجراثيم ويقوي المناعه وهو صديق للبكتيريا النافعه في البطن. شوفوا كيف خلق الله، خلق الله سبحانه وتعالى متكامل لصالح الانسان، ما بضر الانسان، ملوش اثار سلبيه. نعم. الآن تشاهدون في الصورة أيضا كيف أن النحل بيستخدم العكبر في يعني سد ثغرات في الخلية. شوفوا هناك على اليمين هيئة الصمغ النحل في كمية. طبعا كيف النحلة بتنقل هذا الصمغ؟ ممكن إذا كانت المسافة قريبة، الشجر قريب على الخلية، ممكن النحلة تنقلها بفمها وتدخلها إلى الخلية. هاي هنا بحاول يستخرج العكبر من الخلية، لاحظوا كيف هذا العكبر على جوانب الخلية. وممكن النحل ينقل العكبر إذا كانت المسافة بعيدة في السلات الموجودة على رجلي الخلفية، سلات حبوب اللقاح بيحط العكبر فيها. هاي الجماعة هذولا نازلين بيطلعوا العكبر من الخلية، وهذا شيء جميل حقيقة. هذولا يبصر من أي بلد، إن شاء الله يكون بلدي. شفتوا هذا هو، بيكون طعمه طيب جدا وعطري ومفيد جدا. لكن زي ما حكينا قبل قليل انه استخراجه، لاحظوا يعني بده ايدي عاملة، مش مكننة، بده ايدي عاملة. الا طبعا في البلاد اللي بصير فيها يعني انتاج ضخم اكيد اخترعوا لها مكنات خاصة حتى يستطيعوا يصدروا بالاطنان لجميع دول العالم. لكن اللي عنده خلايا محدودة بده يضطر يستخدم استخراجها يدويا. جميل. هذا يعني بتبين لكم هذه الصور، وبتعطي الانسان والمشاهد صوره عن ويعرف شو هو، شو اللي بيجري في الدنيا وشو عالم النحل. طيب الان تحدثنا عن تركيبه عكبر النحل وليش النحل بيستخدمه وطعمه ولونه الى اخره. الان بنيجي إلى المواد، وذكرنا شيء عن المواد الفعالة. طب ما هي فوائد وإيش المواد الفعالة؟ هي 300 مادة فعالة أو أكثر. جزء من هذه المواد مضادات الأكسدة، فلافونويدز، اللي بتعطي اللون تبع العكبر الغامق سواء بني غامق أو أخضر غامق. فلافونويدز ليش؟ لأنها جاية من الشجر. هاي مضادات الأكسدة، مضادات السموم، وهذه طبعا مضادات الأكسدة والسموم موجودة في النباتات بشكل واسع النطاق، خاصة النباتات الملونة. هذه فليفلة حمراء، فليفلة صفراء، فليفلة خضراء، هذه بروكولي، هذا برتقال اللي فيه لون أحمر، والقرفوت إلى آخره، والكرز والتوت. كل هذه الألوان المتميزة للنباتات فيها مضادات أكسدة، فهي طاردة للسموم من الجسم وبتنعش الجسم، بتنعش قواه كلها وبتقوي دمه، وبنفس الوقت بتكافح السرطان. مضادات الأكسدة اعتبروا إنها مضادة للسرطان بشكل عام، واقية من السرطان، وإلها دور في تخفيف حدة الأمراض السرطانية في حال حدوثها إن استخدمناها مع الأدوية الأخرى. هذه من ناحية الفلافونويدز اللي هي مضادات الأكسدة وهي ذات الألوان. الآن في مضادات حيوية في العكبر، فيها مضادات حيوية واسعة النطاق و اكتشف منها الكثير، ولا زال الكثير غير مكتشف. واحنا ذكرنا في الحلقة الماضية انه العسل في مضادات حيوية، وهو الديفنسين اللي اكتشف عام 2010، يعني حديثا اكتشف الديفنسين. لكن العكبر فيه قوة في المضادات الحيوية وضد الجراثيم والفطريات والفيروسات هائلة، فبإمكاننا نستخدم العكبر للبكتيريا، للفيروسات، وضد الفطريات. شيء رائع. بينما في الأدوية الحديثة نجد أنه في أدوية مضادة للبكتيريا محددة، وإشي للفيروس، وشيء للفطريات، ما في إشي واسع النطاق كما يقوم به العكبر. وأيضا الثوم يقوم بهذه المهمة. معنا اتصال. تفضل يا مصطفى. كيف الحال؟ الله يحييك. دكتور، أنا بعاني من مشكلة في إذني، سفير 24 ساعة ما بوقف. طنين في الأذن كثير مضايقني كثير. كم عمرك؟
26. اوه هذا بدري عليك. صار عندك مرض في الاذن؟ تقريبا. صار عندك التهابات واشياء؟ لا لا، ما رجع الطبيب. ما رجعت؟ لا. طيب لا. طب والسمع كيف السمع؟ الحمد لله كويس عادي. طيب تسمع الجواب. يلا اهلا وسهلا. طيب بالنسبة لشاب في عمر مصطفى عمره 26 سنة عنده طنين في الأذن، خلينا نقول أصل الطنين وغالب الطنين بكون من العصب السمعي. يعني كيف واحد سلك سماعة الراديو صارت مصدي، شو بصير السماعة؟ تخشخش، بطلع صوت خشخشة تقريبا زيها. العصب بكون في خلل، في تعب، في تلف معين، وهذا ما نشاهده عند كبار السن في الستينات والسبعينات، بصير يشكو من هذه الشكوى طنين ليل نهار. لكن شاب زي مصطفى يعني صعب انه نتهم العصب، بل نقول انه ممكن نتيجة التهابات وانتانات محتمل في الاذن الوسطى، لانه ناقل الصوت في الاذن الوسطى فيه ثلاث عظيمات الصغيرة جدا حساسة، فاذا صار فيه انتانات، التهابات، سوائل، صديد، التصاقات، ممكن هذا يعمل برضو طنين أو خشخشة في الصوت. فأنصحك يا مصطفى بالكشف عن طبيب أخصائي أنف وأذن وحنجرة، خليه يشخصك. التشخيص مهم. إذا المشكلة من الأذن الوسطى إن شاء الله لها حلول، أما إذا كانت من العصب، قضية العصب بدها شغل مظبوط. معنا اتصال، تفضل يا محمود. محمود، يا محمود، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيفك فضيلة الدكتور؟ الله يرضى عليك، حياك الله. الله ينور قلبك ويغفر ذنبك ويرفع شأنك ويعطيك الخير. آمين يا رب. وبارك فيك وإن شاء الله بميزان حسناتك يا الله. آمين. وصدقة جارية تكتب لك إن شاء الله. الله يجزيك خير. وزكاة علمك إن شاء الله. الله يبارك لك يا رب. والله يا دكتور أنا عمري 52 عام، بشتغل صاحب مختبر أسنان، بشكو دائما من حم في أكرمك الله في كفات قدمي من الأسفل. حم، يعني الحم دائما مستمر وخاصة في الليل بحط عليها مي باردة. هيك من فضيلة دكتور هيك ترشدنا وتوجهنا. طيب. الحمد لله ضغط فحصت معيش، السكري فحصت على 3 مرات ما معيش. طيب. وصل السكري 119 120. يعني ما عندك يعني تقريبا. طيب ماشي، تسمع الجواب ان شاء الله. معنا اتصال اخر. الو ماجد، يا ماجد. ماجد الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم دكتور على المشاهدين الكرام، معك مهد جبرين الحسن. حياك الله دكتور سمير. بدي أسألك عن الحمضيات في الأردن كونك رئيس اللجنة. الحمضيات؟ الحمضيات دكتور، سامعني دكتور؟ سامعك، مالها؟ دكتور الحمضيات في الأردن بيش منها بالدنيا، بلقطوها خضرة مش عارف شوكولاتة عارف تكسرها بها شوي، وقاعد كيلو ليمون بين ليرة وليرة و35. طيب انا اكلتها بالضفة عند اخواننا الفلسطينية. يا رجل بالشاهي عبارة عن مرمي اللي بشغلوها على ما تمشي عليها الدنيا اول مرة. بعدين دكتور البوكسة قاعد بتقعد 10 سنين حكى بين 10 قروش ربع دينار، بظلهم يتداولوا بيها لعشرة او 20 سنة وهم يبدلوا بيها. طيب ليش قنية المنكر بين 35 قرش وليرة ونص بكبوها، بينما البوكسة هاي كلها بكتيريا؟ ليش ما بكبوها البوكسه هاي؟ اما قنيه المنكر بكبوها، هاي ما ياكلها امراض دكتور بكتيريا، وكل الشعب الاردني بيستعملها الخضر والفواكه. بعدين دكتور الزيتون لو خلوا الدنيا بس تشتعل بس اول سطوح والثانيه جوبيا بتزيد عندك، وبعدين بنضف الزيتون. وين وزاره الزراعه وهالنواب وهالوزراء؟ بس بدي احب ابارك دكتور للنواب وللوزراء فقراء الاردن. طيب. ناس بس جات رواتبهم، بس لو الشعب الاردني يطلع يرفع رواتبهم ل 10,000 ما كلهم حيشان الله ياخذهم. طيب هذه طيب لنا تعليق ان شاء الله. الله يرضى عليك يا اخ ماجد. طيب نعود الى اجابه الاسئله. الاخ محمود، حقيقه في كثير من الناس بيشكوا من حراره في باطن القدمين، فبيضطروا في الليل يطلعوا رجليهم من تحت اللحاف وممكن يحطوا مي بارده او بشكير عليه مي. وهذه شاهدتها حينما كنت ايام زمان في المملكه العربيه السعوديه. بيشكوا شكوى عجيبه من هذه الحراره نتيجه جفاف الجو والحراره اللي في الجو. كثير من الناس في عندهم شيء من التوسع في الشعيرات الدمويه في القدمين، توسع، فبصير رجليهم حاره. وخاصه اذا كان الجو جافا
وحارا بتزيد كثير عندهم في الصيف. في الشتاء بتصير أخف بكثير لأنه الجو بارد وبتتقلص هذه الشعيرات. فإذا ما كان في سكري، لأنه السكري ممكن يعملنا مشكلة شبيهة جدا، بس تتأثر الأعصاب الطرفية أكثر من الشرايين الطرفية. فإذا ما في سكري والصحة العامة كويسة والإنسان طبيعي وما في تورمات في رجليه ولا دوالي ولا ما يحزنون، بتكون بس عبارة عن توسع في الشعيرات الدموية. ممكن يا أخ محمود أو من يشكو من هذه المشكلة فعلا أنه يحرص على تبريد رجليه دائما، وممكن يستخدم في اللصقات هذه اللي بدأت تنزل إلى الأسواق، اللصقات مزيلة السموم، إذا وضعت على القدم من تحت أثناء الليل والصبح أزيلت حقيقة أنها بتخفف كثير من حدة هذه المشكلة. وجربت هذه الحقيقة والناس استراحوا عليها، ليش لا؟ مش بس هي بتسحب السموم من الجسم، لا برضو إلها دور تخفيف الآلام وتحسين الدورة الدموية في القدمين، فلا بأس من استخدامها. نعم. بالنسبة للأخ ماجد والحمضيات والبكس، نعم، فحقيقة يعني له ملاحظات يعني جيدة، في تساؤلات كثيرة بتصير، في أمور كثيرة بتجري عندنا في بلادنا العربية ليس في الأردن فقط، في أشياء والله لا تفسر، يعني غريبة لا تفسر، يعني المفروض نعمل هذا في المكان الفلاني وفي الطريقة الفلانية لا نعملها، وفي الأمور تانية المفروض ما نسويها بنسويها، فالأمور ملخبطة عندنا. فالله المستعان يا أخ ماجد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح هذه الأمة ويبصرها بأمورها، لأنه عندنا إحنا التخلف في كل الميادين للأسف. معنا اتصال، تفضل يا عادل. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا أخي. بدي أحكي مع الدكتور إذا ممكن. معك، تفضل احكي. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يسلمك ويسلم عمرك، يعطيك العافية ويجزاك الله كل خير. الله يجزيك الخير، بوركته. الله يسلمك. دكتور أنا في عندي نسبة كرياتين عالية شوية في الدم. كم؟ كرياتين. كم وصل؟ كلا. عمري حوالي 60. 6؟ 60. 60. آه. ما الطبيعي لحد 100 يا رجل. نعم، الطبيعي لحد 100 تقريبا، 95 100 طبيعي. لا انا مش 100، عندي 2 وتقريبا 4 في العشرة او 5 في العشرة. ايوه هذا اللي تحكي لي اياه. ايوه هذا هو. هذا وفي عندي دهون وكوليسترول كمان. دهون وكوليسترول. سكري؟ سكر الحمد لله ما فيه. طيب ما فيش. كم العمر؟ العمر 60. 60 سنة. 60. عندك ضغط مزمن؟ لا لا ما في، ما فيش ضغط، لا ضغط ولا سكر الحمد لله. طيب ماذا فعلت؟ نعم، ايش سويت بعد ما شفت هذا التحليل؟ والله انا بيعطوني دواء، باخذه دواء للكوليسترول والدهون بس. اللي هو فاستور وحاجه زي يعني، وباخذ اسبرين. ايوه مميعه. طيب ابشر، اعطيك نصيحه مفيده ان شاء الله. معانا اتصال، ام عصام تفضلي. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية. الله يعافيك. دكتور بدي أسألك بالنسبة لشي، يعني دكتور نسائية بقول إنه ممكن إنه يقدر يحدد نوع الجنين. بدي أسألك دكتور أفهم منك إنه في منه هذا الكلام، يعني بيقدر الدكتور بأدوية بإشي إنه أو نوعية أكل إنه يتحدد نوع الجنين؟ يعني تحديده سلفا قصدك. يعني انه هي بدها ولد مثلا، انه يعطيها ادويه او يعني يعطيها انواع اكل هي تاكله انه يصير يعني الجنين زي ما بدها يعني. ايوه طيب تسمع الجواب. شكرا دكتور. اهلا وسهلا. معنا اتصال، تفضل. وسام تفضل يا وسام. السلام عليكم دكتور، يعطيك العافيه. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله. الله يحفظك ويكرمك دكتور. اذا تكرمت والله في عندي ابنين انا، الله يحفظك. الله يخليهم. الاثنين بعد الفحص دكتور طلعوا معهم حمى البحر المتوسط دكتور. ايوه عرفت كيف. فالحين الاعمار الاول الكبير 9 سنوات والثاني الله يطول عمرك 5 سنوات. الله يخليهم. اليوم شخصوا دكتور كتبوا لهم الدكاتره انه لازم ياخذوا دواء كولشيسين بشكل يومي. كولشيسين نعم. الان صار تقريبا اي نعم صار له الكبير الحين 6 سنوات ياخذ الدواء و4 سنوات للصغير. ففي عندك دكتور شيء ممكن انك تفيدني فيه يطول عمرك. طيب تسمع الجواب ان شاء الله، حياك الله. بارك يا مرحبا. معنا اتصال، مين معنا؟ عبد الاله تفضل. كيف حالك يا دكتور؟ هلا هلا حياك الله. الله يرضى عليك دكتور. في شريه جلد، شريه حساسيه.
ايوه شريه. الو. كل الجسم؟ بكل الجسم، بس بتطلع يعني مثلا اذا طلعت في الايد اليمين تطلع في الايد اليسار. منطقه معينه، اذا طلعت في الرجل اليسار تطلع في الرجل اليمين. اخذنا ادويه كثير زي تريك، اللهم صل على محمد، يعني ادويه الحساسيه، تحسس ضد الحساسيه، ما راح اقول ضد الحساسيه طبعا. طب ما ربط ظهورها باكل معين، بشيء معين تتعرض له؟ والله حاولنا يعني، امتنعنا عن المواد الحافظه. ما استطعت تحدد سبب؟ بعض الفواكه زي الفراوله وهالاشياء. لكن ما هي خفت يعني، بس ظلت مستمره لسه في. طيب تسمع الجواب ان شاء الله، ابشر. معنا اتصال عاطف، تفضل يا عاطف. عاطف. الو. ايوه تفضل. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، تفضل يا عاطف. مرحبا يا دكتور. الله يرضى عليك، اهلا وسهلا. مرحبا يا دكتور. اهلا بك، تفضل. كيف حالك؟ الله يسعدك. اسال. اسال يا عاطف، سامعك انا. اسمعك. دكتور غلبك. اسمعك، يلا تفضل. في عندي ابن عمره 5 سنوات الان. طيب. من عمر 2 بلش معه زلال بالكلى. زلال، طيب. اخذ العاده الكورتيزون ونيورال الشراب. وتقريبا على عمر 5 سنين بطل يجيب على عاده الكورتيزون والنيورال. اها. فقالوا لي هذا الحين في فشل كلوي. فبتعرف يعني في دواء، في شيء ممكن اعطيه كذا، لانه توقف عنه كل الادويه، وبانتظار يعني انه يصير مع الفشل. طيب لا زال ماشي على الكورتيزون؟ لا وقفناه، من صار سنه وقف على الكورتيزون. وفي زلال الان، كم كميته الزلال؟ الزلال ما بينزل عن 3. ما بينزل عن 3؟ اه. طيب ماشي، تسمع الجواب ان شاء الله. حياكم الله جميعا، ونكمل الاجابه على الاسئله بعد هذا الفاصل ان شاء الله، فابقوا معنا. صحيفة السبيل تنقل لكم المعلومة والخبر الصادق في سياق المهنية الصحفية والمعالجة الموضوعية، تواكب الحدث وتبحث عن الحقيقة، تساهم في قضايا الوطن وتتبنى هموم المواطن، تنحاز لقضايا الأمة عبر المتابعة الإخبارية والتحليل العميق للتطورات السياسية. السبيل، سبيلك إلى الحقيقة. مدارس أكاديمية الرواد الدولية. رسالتنا تقديم خدمة تربوية وتعليم متميز، أحدث الوسائل التقنية والأنشطة الفعالة في بيئة آمنة، إعداد جيل مؤمن ومبدع ومفكر نافع لنفسه ووطنه، 10 سنوات من العطاء والتميز. مدارس أكاديمية الرواد الدولية، رواد التغيير. شركة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان الإسباني، أنتم تبحثون عن الأناقة ونحن نقدمها لكم. أرقى وأجمل موديلات السيراميك والبورسلان الإسباني وبأقل الأسعار. شركة صبحي أبو غلوس الأولى في عالم السيراميك والبورسلان. سيراميك وبورسلان، أطقم حمامات، أدوات صحية، أكبر صالة عرض في المملكة، خدمة ما بعد البيع. عمان، شارع القدس مقابل المطبعة الوطنية. تليفون رقم 06 420
39-51. شركة صبحي أبو غلوس الأولى في عالم السيراميك والبورسلان. مدارس الحصاد التربوي، توسعة ومبان جديدة، الأولى في توظيف الآيباد في الوطن العربي والكتب التفاعلية، الأولى في تحفيظ القرآن الكريم، الأولى على الوطن العربي في مسابقة الطريق إلى جائزة نوبل في البحوث الفيزيائية وتصميم الروبوتكس، تميز في البرنامجين الوطني والدولي IGCSE، شارع المطار خلف جامعة البتراء، هاتف 4358. الحركة الإسلامية في القويسمة والمقابلين تؤمن إيمانا قاطعا لا شك فيه أن غزة انتصرت ودحرت المعتدين، واحتفالا بهذا النصر ندعوكم للاحتفال الجماهيري الكبير. غزة تنتصر والأقصى ينتظر، يوم الجمعة الموافق 12/9/2014 في الساعة 5 مساء بجانب استاد الملك عبد الله في ساحة سوق السبت. حضوركم يفرح أهل غزة. أهلا بكم مرة أخرى، ونكمل الإجابة على أسئلتكم. الأخ عادل، ومشكلة الكرياتينين اللي بدأ يرتفع في الكلى، طبعا هذا بنسميه قصور، بداية قصور كلوي، وقد يكون متأثر من عدة أشياء. طبعا من أشهر أسباب القصور الكلوي هي السكري، ثم الضغط، ثم أشياء أخرى، انتانات، التهابات، حصيات إلى آخره، وفي أشياء والله أحيانا غير معروفة. نسأل الله الستر والعافية للجميع. فالآن لكن هذه بداية، ممكن يا أخ عادل إذا كان حجم الكلى لا زال جيد فوق 8 أو 9 سنتي، وإذا كان تدفق الله يكرمك ويكرم الجميع، تدفق البول جيد، فإن شاء الله الأمل قوي في إعادة الكلى وتنشيطها مرة أخرى. هناك مجموعة أعشاب حقيقة تساعد في تنشيط الكلى، بعضها تخصصي غير مألوف للناس، لكن ممكن تبدأ تستخدم لبان الذكر اللي هو الكندر، لبان ذكر، ممكن أي واحدة منهم. هذا صمغ يغلى ويشرب، يشرب لك كل يوم كاستين، حقيقة أنه مفيد كتير. وإذا أردت مزيدا من الفوائد لهذا الغرض فبإمكانك نشوفك وتراجعنا، في عندنا أشياء تخصصية. وطبعا ينبغي معالجة الكوليسترول والدهون، لأنه هي بتترسب في الشرايين وممكن تضيق تدفق الدم إلى الكلى أو أي مكان آخر. فالعب رياضة، اشرب شاي أخضر، كل كثر من الفواكه والخضار، تجنب الدهون الحيوانية إلى آخره من هذه الليست الطويلة اللي أكيد أنت عارفها. بالنسبة للأخت أم عصام، وبتسأل عن تحديد نوع الجنين سلفا عن طريق الأطباء. شوف هذه القضية، في ربنا خلق أسباب معينة، ممكن هذه الأسباب تساعد في حدوث إنه هذا الطفل يصير جنين ذكر أكثر من أنثى. قضية الحموضة، يعني معروف أنه النطف ممكن تتحرك الذكرية بالمجال القلوي أكثر من الحمضي، والأنثوية في الحمضي أكثر من القلوي، فبعطوا بعض الأشياء للسيدة اللي بدها تحمل بحيث أنها تشجع النطف الذكرية مثلا أكثر من الأنثوية، لكن هذا لا يصل إلى مرتبة 100%. في عندنا حديث نبوي، والله إحنا كل الخير في الطب عندنا، في الطب النبوي كل الخير، بس احنا
ناس تنكرنا لتراثنا للأسف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة جاء ذكرا بإذن الله، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة جاء ذكرا بإذن الله، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل جاءت بنتا أو أنثى بإذن الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه لحالها بتعمل أشياء عجب وجربت وناجحة. فافهمي هذا الحديث، لأنه بقدرش أشرحه بالصراحة بالتفصيل، افهموا هذا الحديث جيدا، ممكن هذا يساعدكم في تحديد نوع الجنين بإذن الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الآن سؤال عن الـ FMF اللي هي حمى البحر الأبيض المتوسط. الحقيقة هذه الحمى يعني كانت عادة بتظهر في الكبار، لكن صرنا في هذا الزمان المليء بالتلوث والإشعاعات وغيرها مما نعرف ومما لا نعرف، صارت تظهر حتى عند الأطفال. وحمى البحر الأبيض هي التهاب مناعي أو تفاعل مناعي أوتوأميون ديزيز، حسب الأبحاث أنه بصيب جدران جدار المبطن الداخلي للأمعاء، مش جوا الأمعاء، برا الأمعاء طبعا، جوا البطن اللي هو حارس البطن الميزنتري، فبصير ألام شديدة مع سخونة مع ما إلى آخره، ممكن يصير فيها أوجاع مفصلية، ويعتبر يصنفه البعض من ضمن الأمراض الروماتيزمية. معنا اتصال، تفضل يا نسرين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بدي أسألك بالله. تفضلي. بدي يعني علاج لمسام البشرة المفتوحة. مسامات مفتوحة؟ مسامات البشرة. مسامات البشرة. أيوة والزيوان. طيب. وخصوصية عند الوالدة. عندها حساسية من المسكنات. لإيش؟ يعني تاخذ مسكنات وحليب وهيك بصير عندها حساسية. لإيش المسكنات؟ لكل شيء، لكل شيء، مثلا اسبرين، ريفانين، زي هيك بصير معها حساسية تحسس. هذه مين، الوالدة ولا مين؟ الوالدة. حساسية للمسكنات. نعم. طيب. والشيء للأكزيما. للأكزيما. طيب تسمع. نعم. الجواب إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. أهلا وسهلا، الله يرضى عليك. طب ماذا، طبعا في الطب الحديث علاج الحمى، حمى البحر هو الكولشيسين، حبة يوميا إلى ما شاء الله. خلينا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، وغالب العلاجات الحديثة بتخلي الإنسان يعيش مع مرضه، ما بتنهي المرض إنما بيعيش مع مرضه، وهذه وراها مافيات، مافيات الدواء، هذه الأمور بدها الناس ظلها تشتري طول عمرها. المهم، طب شو الحل؟ في الأعشاب هائلة تؤدي إلى إيقاف التفاعل المناعي بفضل الله سبحانه وتعالى وإزالته إن شاء الله. من ذلك عشبة الكرفس. خليني أقول إنه في برضو الأعشاب الخاصة بالأمراض المناعية، العديد منها أعشاب تخصصية ليست شائعة والناس بيعرفوها، وأنا في الحقيقة أتردد في ذكر أسماء الأعشاب هذه، لأنه ممكن، وهذه حصلت، أنه بتروح للعطار بتقول له بدي العشبة الفلانية بعطيك شيء ثاني، فبيحصل ضرر للأسف. فلذلك إحنا بنقول لازم الأطباء يتعاملوا بالأعشاب عشان يصفوا للناس الشيء الصح والشيء المقنن والشيء المدروس، مش تكون أعشاب تالفة أو غير. فلذلك ممكن تبدأ بنبات الكرفس، إذا كان عندكم الكرفس الأخضر ممكن تعصره على عصارة الجزر، وكل يوم الصبح تعطي كل واحد منهم فنجان قهوة، هذا راح يساعدهم كثير. لكن الحقيقة أنت بلزمكم أعشاب أخرى، ممكن إذا في عندكم عشبة المورينجا، عشبة المورينجا إذا موجودة في الإمارات بإمكانك تستخدمها، إذا أخذوا كل يوم كبسولة منها حقيقة إنها رائعة لهذا الغرض إن شاء الله. بالنسبة للأخ عبد الإله، الشرية. نعم، الشرية هي نوع من أنواع الحساسية، بصير بقع على الجلد حمراء منتفخة، ممكن تظهر فجأة في منطقة، ممكن في كل جسم كله، وممكن تختفي لحالها، ممكن ما تختفي إلا بأخذ يعني مضادات الحساسية من حبوب أو إبر، مرات بتكون شرسة والإنسان ما مش ممكن تروح عنه إلا بإبر الكورتيزون إذا كان تفاعل شرس. ففي تفاعل مناعي، طب شو سببه؟ في مواد بتدخل على الجسم بتهيج هذا التفاعل. طب ما هي؟ انت ذكرت انه
توقفت عن بعض المأكولات فخفت لكن لسه موجودة. هذا كلام صحيح، لأنه في كثير من الأحيان اجتماع أكثر من مادة خلال 24 ساعة هو اللي بولد الحساسية، مش مادة لحالها. فيصعب معرفة شو هو التقاء أي مواد ممكن يولدها. على كل حال أنصحك بشرب الكركم والقريص، القريص والكركم، اغليهم زي شاي واشربهم كل يوم كاس الصبح وكاس المساء، أرجو أنها تحل لك المشكلة إن شاء الله. بالنسبة للأخ عاطف والزلال عند ولده 5 سنوات، معنا اتصال. أخ عبد الرحمن تفضل. مساء الخير دكتور. هلا مساء الخيرات دكتور. أنا حكيت معك الحلقة الفاتت وقلت ذكرني في الحلقة القادمة ليكون على الغازات المسيلة للدموع. نعم 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 يا دكتور. والله قربت نهاية الحلقة قلت الرجال الظاهر مشغول. لا والله إني أنا بس المعذرة يعني. طيب ماشي تسمع الجواب إن شاء الله. لا حضرنا لك جواب كويس. أشكرك أشكرك. حياك الله أهلا وسهلا. طيب فبالنسبة للزلال لا شك إنه هذا إحنا بنسميه نفروتيك سيندروم، نفروتيك سيندروم هذا، وهذا يعني بقاء لا قدر الله ممكن يؤدي إلى تلف أكثر في الكلى. أنصحك يا أخ عاطف إنك تراجعنا لأنه هي بدها خطة متكاملة إن شاء الله، بدها خطة متكاملة، وأسأل الله سبحانه وتعالى إنه يجعل فيها فرج ونجاح إن شاء الله. بالنسبة للأخت نسرين، المسامات المفتوحة في البشرة، الحقيقة في زيوت كثيرة طبيعية رائعة بتساعدك مثل زيت الجوجوبا وزيت الجزر، ممكن تستخدم واحد منهم، وبإمكانك أيضا استخدام زيت الزعفران اللي بتيسر لك، بس يكون زيوت أصلية والآن متوفرة الحمد لله، ممكن تدهني منها. بالإضافة أنه الآن في كريمات كثير طبيعية، منتجات طبيعية تعالج هذه الأمور، فإمكانك تحصل عليها وتريح رأسك من الزيوت. بالنسبة للحساسية للمسكنات عند والدتها، والله أنا يعني ضد استخدام المسكنات بصراحة، ما في داعي نستخدم مسكنات. ليش؟ طب إذا في علة نعالجها، إذا في أوجاع نشوف شو سببها ونعالجها، سواء ركب ولا مفاصل ولا ظهر ولا ديسك، في الحجامة موجودة والأعشاب موجودة والمراهم موجودة. وأسأل الله أنها تستغني عن المسكنات، لأنه المسكنات مش بس حساسية، ما هي ممكن تسوي مصيبة في المعدة. فأنصحكم بعلاج المشكلة من أساسها. أما بالنسبة للإكزيما فهي برضو تفاعل مناعي، بإمكانك تستخدم الوصفة اللي ذكرتها قبل قليل للشرية اللي هي الكركم والقريص، كاستين في اليوم، إذا نجحتم خير وبركة، ما نجحتم يفضل نشوفكم في أشياء مخصوصة لهذا الغرض. أما بالنسبة للأخ عبد الرحمن والغازات المسيلة للدموع، الآن هذه الموضوع حقيقة بده شيء من الشرح ولا بأس، يعني للفائدة العلمية نقول شو هي الغازات المسيلة للدموع، مين اكتشفها الحقيقة، اللي بدأ فيها مين، يعني كانت تستخدم بالزمانات إنه يجيبوا الفلفل الأسود ويطحنوه ويرشوه أمام الناس، يرشوه، شو بيسوي الفلفل؟ اللي بيستنشقه في أنفه في عينيه في الفم بيعمل له تخرش، والتخرش بيعمل لعاب واحمرار وكحة وعطاس وكذا، بصير الواحد مش عارف لا هو شايف أمامه ولا عارف يتصرف ولا عارف. هذه أصلها، لكن في بريطانيا أضافوا إليها مواد بعضها اسمه اصطلاحا CN CS CR. السي ان اخفها، سي اس متوسط القوه، والسي ار اسواها على الاطلاق. فهذه المواد اضافوها مع الفلفل كمان، وضعوها في قنابل، والقنابل هذه اول ما بتكون عليها شمع بيفتحوها برموها، بيطلع هذا الغاز اللي فيها مع الهواء. وايش ميزته هذه الغازات؟ هذه بتلصق، لاصقه، بتلصق في الجلد، واذا اجت على العينين تلصق فيها، يعني لو واحد حتى حاطط عدسات لاصقة مصيبة، وبتدخل على الأنف إذا استنشقها بصير مخاط شديد وتهيج وبلغم وسعال إلى آخره. فهي مخرشة جدا، مخرشة للجلد وللأغشية المخاطية. فطبعا أحسن وسيلة تجنبها مش علاجها، تجنبها، لأنه علاجها مش سهل. طب كيف نتجنبها؟ أول إشي أحسن إشي الواحد إذا مجرى الهواء عليه يقف ضد مجرى الهواء عشان الغاز يروح بعيد عنه مع الهواء، خليك ايش عكس اتجاه الهواء. 2 يفضل الانسان يلبس سترة،
يعني شوف لما الشرطة نفسها يرموا هذه الغازات على الناس، ما هم بيكونوا لابسين كمامات ولابسين ملابس خاصة بحيث لو واحد رجع لهم هذه القنبلة مرة أخرى يكون عندهم وقاية هم. فلبس ملابس لا تسمح بدخول الماء والدخان وقاية للجلد، والكمامة هذه الخاصة اللي فيها جزء منه فحم، الفحم هذا بتعرفوا الفحم له قدرة على امتصاص الغازات بشكل رهيب، كذلك القطن. فهذه بتكون كمامات معمولة بطريقة فيها فحم وفيها قطن طبقات بتمنع دخول الغاز إلى فإذا الإنسان بيستطيع يوفر له كمامة زي هاي رائع ممتاز بريح رأسه. العينين نحط لها نظارات اللي هي نظارات السباحة الماسكة على العينين مظبوط عشان ما تخلي الغاز يدخل، يعني هذه الوقاية وهي الأفضل. ممكن الإنسان حتى يأخذ معه ملابس زيادة في حال هذه، بحيث إذا ملابسه يعني صار فيها إشي ملابس الخارجية يشلحها ويرميها، لأنه الغاز يبقى في هذه الملابس بضعة أيام، فالإنسان المفروض ما يستخدم هذه الملابس، يغسلها عدة مرات قبل أن يستخدمها مرة أخرى. الحلو أنه هذه الغازات ممكن تروح بالمي وبالصابون. كذلك اللي ما عنده لا قناع ولا غيره، حسب خبرات الشعوب التي تعاملت مع هذه الأمور بيقولوا أنه إذا استخدمنا قماش وحطينا فيه خل التفاح أو عصير الليمون وكمامة بيساعد في منع دخول الغازات إلى الجهاز التنفسي، لكن زي ما حكينا هذه شوية هواء بعدين بنشف الخل، فبتكون هذه مؤقتة لحين الواحد يهرب من أو يزول يروح من منطقة الغازات. لا شك أنه غسيل المناطق المصابة فورا بصابون زيت الزيتون، نعم في غسيل المناطق المصابة بصابون زيت الزيتون وكثرة الماء ممتاز جدا بيريح بسرعة. طبعا الإنسان ما يخاف كثير لأنه بتعود بتروح، هذه هي مزعجة مثيرة زي ما ذكرنا اللعاب والحرقة والاحتقان وإلى آخره، لكن بتروح. غازات السي آر أسوأها قلنا هذه ممكن تولد قيء شديد جدا عند بعض الناس، قيء شديد جدا، وهذا القيء إذا ما ضبط ممكن يؤدي إلى وفاة، لأنه كل كل أيونات الجسم راح تضطرب وتختل مع كثرة القيء الأحمر، حامض حامض حامض، بصير في خلل في الجسم ودقات القلب فيها مصيبة والضغط بيختلف وإلى آخره. وسمعت إنه في بعض البلاد بيستخدموا القنابل بعد ما صار لها إكسبيري، يعني انتهى مفعولها بيرموها. فنسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله لهذه الأمم العودة الراشدة إلى دين الله وكتابه، وإنه تكون الأمور تمشي الأمور على خير في الإصلاح. وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مش صالحون مصلحون. فإذا توفرت نية الإصلاح بحسب شرع الله سبحانه وتعالى ربنا بكرمنا وبيفتح علينا فتوحات هائلة في الخيرات كلها من السماء والأرض. نسأل الله لنا ولكم الستر والسلامة، ونلقاكم في حلقة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.